بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 59. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاءت هذه الآية في وسط آيات الصيام، مما يدل على أن الدعاء من الصائم مظنة الإجابة، وأن الصائم ينبغي له أن يكثر من الدعاء. فقوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني، جاء في سبب نزول الآية أن نفرا من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما في الحديث: الدعاء هو العبادة. وقد سماه الله دينا وسماه عبادة، قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء لئلا تدعوا غير الله. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، لأنه لما قال ادعوني قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، فدل على أن الدعاء عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة. والدعاء على قسمين: قسم الأول دعاء العبادة، وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى، والقسم الثاني دعاء مسألة، وهو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى. وكلا النوعين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، تضمنتهما سورة الفاتحة، فأولها دعاء عبادة لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. هذا كله ثناء على الله، فهو دعاء عبادة. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، هذا دعاء مسألة، أي طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. ولذلك صارت سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني، لأنها تضمنت نوعي الدعاء. وفي هذه الآية وقال ربكم، وفي هذه الآية وإذا سألك عبادي عني، إذا سألك، يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب من عباده سبحانه، مع أنه فوق سماواته مستوى على عرشه، وهو قريب من خلقه سبحانه وتعالى، فهو مع علوه هو قريب من خلقه، لا يخفون عليه، فهو الظاهر والباطن. الظاهر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فوقك شيء، والباطن ليس دونك شيء، فهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، فإني قريب. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أناسا
يرفعون أصواتهم بالدعاء، يرفعون أصواتهم بالدعاء. قال لهم صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم برفع الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب مجيب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا معنى قوله فإني قريب. ثم قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا وعد من الله، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا وعد من الله، فمن دعا الله مخلصا الدعاء لله فإن الله يستجيب له ما لم يكن هناك مانع من قبول الدعاء. هناك موانع تمنع من قبول الدعاء، منها أكل الحرام، الذي يأكل الحرام ويتغذى بالحرام لا يستجاب له دعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الذي يأكل الحرام ويتغذى به لا يستجاب له دعاء. وكذلك جاء أن المنكر إذا ظهر في الناس ولم ينكروه أنه لا يستجاب لهم دعاء. إذا لم ينكروا المنكر في مجتمعهم، ظهر المنكر ولم ينكروه، فإن الله لا يستجيب دعاءهم. هذا من موانع قبول الدعاء. وكذلك لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء أن يدعو على إنسان بغير حق، هذا اعتداء ولا يستجيب الله له. أو يدعو بإثم إن الله يمكنه من، يدعو إن الله يمكنه من المعاصي والمحرمات، هذا يدعو بالإثم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، فإذا دعا بالإثم إنه لا يستجاب له. أو قطيعة رحم، دعا على رحمه قريبه، دعا عليه، هذا قطيعة رحم. المشروع أنك تدعو لرحمك بالمغفرة والرحمة والرزق والخير، أما أنك تدعو عليه هذه قطيعة رحم فلا يستجاب. هذه من موانع الدعاء. وكذلك جاء أن من موانع الدعاء، أن من موانع قبول الدعاء أن يدعو الإنسان وقلبه غافل، يدعو بلسانه ولكن قلبه غافل، هذا لا يستجاب، لا يستجاب له دعاء، لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاه كما في الحديث، فيدعو بحضور قلب. وكذلك من موانع الدعاء، من موانع قبول الدعاء، أن لا يجزم بالإجابة، لا يجزم بالإجابة، يدعو وهو شاك، يمكن يحصل ويمكن ما يحصل، لا، يدعو وهو موقن بالإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا يدعو الإنسان وهو شاك في قبول الدعاء، بل يوقن بالإجابة من الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول جل وعلا: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي. والاستجابة لله امتثال أوامره وترك نواهيه. هذا في مقابل هذا، أنت إذا استجبت لله استجاب الله لك. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله، فإذا أردت أن الله يستجيب لك فاستجب لله بطاعته سبحانه وترك معاصيه حتى إن الله يستجيب. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الإيمان بالله عز وجل هو أساس الدين وأساس القبول
للدعاء وغيره، فاللي يدعو وهو غير مؤمن لا يستجاب له إلا عند الضرورة، فإن الله سبحانه استجيب دعاء المضطر ولو كان غير مؤمن ولو كان كافرا. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. أما يجيب المضطر إذا دعاه أو يجيب المضطر ولو كان كافرا، فالكفار إذا دعوه في حال الشدة استجاب الله لهم. لماذا؟ لأنهم يخلصون الدعاء وينسون ما يعبدونه من الأصنام والأنداد، ينسون في حال الشدة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فهم في حال الشدة يعلمون أنه لا يخلص منها إلا الله، فيخلصون الدعاء لله فيستجيب الله دعاءهم وينقذهم من الشدة. ولكن في وقتنا الحاضر عباد القبور أشد من المشركين، لأن عباد القبور في الشدة ما يخلصون الدعاء لله، وإنما يدعون الأموات، يستغيثون بالأولياء والصالحين في حال الشدة، فهم أشد شركا من الأولين الذين يشركون في حال الرخاء ويخلصون في حال الشدة. أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعلهم يرشدون إذا دعوا الله عز وجل وأخلصوا له الدعاء واستجابوا لله، فإنهم يرشدون. والرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي. أو يحصل الرشد يحصل بالإيمان بالله عز وجل، ويحصل بإخلاص العبادة والدعاء لله عز وجل، يحصل بالاستجابة لله ولرسوله، يحصل الرشد. وبضد ذلك يحصل الغي والضلال. والدعاء له أوقات أكثر أو أحرى أن يستجاب فيها، له أحوال وأوقات يكون أرجى لقبول الدعاء فيها. من ذلك أن يدعو الإنسان وهو ساجد في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فحالة السجود أقرب ما يكون العبد من ربه، وحري أن يستجاب دعاؤه. فيكثر المسلم من الدعاء في السجود في الصلاة فريضة أو نافلة، ويلح على الله سبحانه وتعالى. وكذلك الدعاء في آخر الليل في الأسحار، في الثلث الأخير من الليل، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وذلك في كل ليلة في الثلث الأخير. فينبغي للمسلم أن يكون في هذا الوقت مستيقظا في ثلث الليل الأخير، يدعو الله عز وجل ويصلي. وكذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ساعة في يوم الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة لساعة لا يصادفها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله ما دعا أو ما أراد. وهذه الساعة في يوم الجمعة خفية، لم يبينها صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يجتهد المسلم في الدعاء في كل يوم الجمعة من أوله إلى آخره. أي إذا دعا في كل يوم الجمعة فإنه صادف هذه الساعة يقينا. أما إذا خصص بعض الساعات فربما لا يصادفها. فالحكمة في إخفائها أن المسلم يكثر من الدعاء يوم الجمعة في ساعات يوم الجمعة، فإنه يصادف هذه الساعة التي هي في يوم الجمعة. بعض العلماء يقول إنها أحرى ما تكون حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وبعضهم يقول كالإمام أحمد
رحمه الله يقول إنها في آخر يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة، ولكن الصحيح أنها خفية في كل اليوم، في كل يوم الجمعة، فعلى المسلم أنه يكثر من الدعاء في يوم الجمعة في أوله وفي وسطه وفي آخره، لعله أن يصادف هذه الساعة العظيمة. كذلك الدعاء في ليلة القدر رمضان، الدعاء في جميع رمضان، في جميع رمضان وفي ليلة القدر خاصة أقرب ما يكون للإجابة، فكل وليلة القدر ما تعلم على وجه التحديد من ليالي رمضان، أخفاها الله في رمضان من أجل أن يجتهد المسلم في كل الشهر في العبادة، فإذا اجتهد في كل الشهر فقد صادف ليلة القدر، أما إذا اجتهد في بعض الشهر فلا يضمن أن يكون صادف ليلة القدر. لكن الله جل وعلا لا يضيع أجر العاملين، ولكن الشأن في إصابة ليلة القدر ما يصيبها يقينا إلا من اجتهد في جميع الشهر، أما من اجتهد في بعض الشهر يمكن يصادفها ويمكن ما يصادفها. فالحاصل أن الدعاء له مكانة عظيمة، له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وهو صلة بين العبد وبين ربه، فعلى العبد أن يكثر من الدعاء لأنه عبادة عظيمة وهو محتاج إليه، لا غنى به عن الله جل وعلا طرفة عين. والدعاء صلة بين العبد وبين ربه، يدعو في صلاته، يدعو بعد الصلاة، يدعو في ليله، في نهاره، في جميع أوقاته، لا يغفل عن الدعاء، لا يغفل المسلم عن الدعاء، فإن الله قريب مجيب، وإذا ألح العبد في الدعاء فإن الله يستجيب له، والله يحب من عباده الإلحاح في الدعاء والإكثار من الدعاء، لأنه قربة إلى الله عز وجل ووسيلة إلى الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ألا يسأل، يقول: شاب كان يدخن ثم هداه الله، وهو يسأل عن دين كان عليه من لبائع الدخان، هل يقضيه أم لا؟ هو مشتري دخان بدين، هل يقضيه أو ما يقضيه؟ ما يقضيه، لأنه حرام، لأنه ثمن حرام، وإن طالبه عند السلطة فهو يحضر عند القاضي ويبين أنه شرى منه شيء محرم، أنه شرى شيء محرم وثمنه حرام والعقد غير صحيح. أظن إن شاء الله أن القاضي لا يلزمه بذلك إذا كان يقضي بالحق. نعم. هذا يقول: جاء في حديث أبي هريرة الرحم، شجنة من الرحمن في الحديث، المراد تأكيد، المراد بذلك تأكيد حق الرحم، وأن الرحم لجأت إلى الله عز وجل واستعاذت به، فقال: أما يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ واشتق الرحم من اسمه سبحانه وتعالى الرحمن، اشتق الرحم من اسمه الرحمن، فالرحم لها حق عظيم، من قطعها قطعه الله، ومن وصلها وصله الله. الله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب. هذا يسأل يقول: كيف نجمع بين الحديث إن الذي يأكل الحرام، الذي يأكل الحرام ويدعو في السفر ولا يستجاب له، وبين الآية إنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين؟ هذه حالة اضطرار، اللي في الآية حالة اضطرار بخلاف الذي في السفر، ما هو بحالة اضطرار، فليس بين الآية والحديث تعارض،
هذا يسأل يقول هل هذا الحديث صحيح إن القرآن طرفه بيد الله وطرفه بيد القاري؟ ما معنى الحديث؟ أما سند الحديث أنا ما أدري عنه صحته، ما أدري عنها، لكن القرآن هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وهو حبل الله، هو حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وحبل الله فسر بأنه القرآن، فهو حبل الله، وجاء في الحديث أن القرآن حبل الله، إذا اعتصم به المسلم وتمسك به نجا، وإذا ضيعه هلك. نعم. هذا يسأل يقول إذا جمع بين الصلاتين، صلاة الظهر مثلا صلاة العصر، هل يكرر ذكر مرتين، مرة للظهر ومرة للعصر؟ نقول لا، يكفي ذكر واحد، يتداخل الذكر، يأتي بالذكر مرة واحدة ويكفي عن الصلاتين. هذا يسأل عن الذي يدعو محمد، يدعو الرسول، يقول يا محمد يا رسول الله، هذا لا يجوز. الرسول لا يدعى، إنما يدعى الله جل وعلا. الرسول لا يدعى لأنه ليس له من الربوبية شيء ولا من العبادة شيء. العبادة حق لله والدعاء حق لله، فحق الرسول عليك أن تتبعه، وحق الله عليك أن تعبده وحده لا شريك له. يجب أن تفرق بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. حق الرسول هو الاتباع والمحبة والطاعة، وحق الله جل وعلا هو العبادة. لا يجوز أن تشرك مع الله في عبادته أحدا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الأولياء والصالحين، لا تشرك، لا تدعو مع الله أحدا ولا تشركوا به شيئا. لا يجوز أن يجمع بين الله وبين الرسول في الدعاء أو في العبادة، هذا شرك والعياذ بالله. ألا يسأل أن اللي يقول أن الذي لا يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة هل يصلى خلفه؟ يعني صلى خلفه صلاة الجنازة؟ نعم يصلى خلفه، لأن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فيها خلاف بين العلماء، فإذا أخذ الإمام بالقول اللي يرى أنه ما تقرأ الصلاة صحيح، صلي خلفه، لأن المسألة خلافية. حكم الدعاء في الصلاة مثل صلاة الوتر مع التلاوة؟ ما أدري إيش السؤال هذا. نعم. هناك امرأة وضعت حملها في أول شهر رمضان، فهل يلزم عليها الصوم والصلاة إذا طهرت بعد النصف من رمضان؟ نعم، إذا انقطع عنها الدم ولو لم تكمل الأربعين، إذا انقطع عنها الدم تغتسل وتصوم وتصلي ولو لم تكمل الأربعين، فإن عاد عليها الدم قبل الأربعين تجلس، وإن لم يعد تستمر في الصلاة والصيام، صلاتها صحيحة، صيامها صحيح. نعم. هذا يسأل عن تأمين الحاضرين على دعاء الإمام في الخطبة، في خطبة الجمعة. نعم يأمنون، إذا شرع الخطيب في الخطبة الثانية في الدعاء فالمأمومون يؤمنون على دعاء، لأن هذا من أسباب الإجابة، لكن ما يرفعون أصواتهم، إنما يؤمنون مع خفض أصواتهم. يسأل يقول إن والده شرى أرض كانت وقفا للمسجد برضا الجهات المعنية، إذا كان القاضي الشرعي أو المفتي أذن في بيع الوقف للمصلحة، يعني مصلحة الوقف أنه ينقل إلى مكان آخر فلا بأس، أما بيعه بدون إذن القاضي أو إذن المفتي فلا يجوز. نعم. هذا يسأل يقول في بيتنا بعض إخواني وأخواتي لا يصلون، هل يجوز أن أبقى معهم مع العلم أني نصحتهم؟ إن كان أنك تستطيع الاستقلال في بيت آخر يجب عليك أنك تخرج وتصير في بيت آخر، أما إن كان ما تستطيع الاستقلال، أنت فقير ولا معك شيء، فأنت تصبر مع المناصحة لهم إلى أن ييسر الله لك تستطيع أن تخرج في بيت، يجب عليك إذا استطعت. هذا يقول أن عندنا تاجر يستورد السلع ونحن ناخذ منها
نموذج نعرضه على الناس، فإذا رغبوا في الشراء ذهبنا وشرينا من التاجر، شرينا من التاجر. إذا كان الأمر كذا فلا بأس، لا بأس أنكم إذا رأيتم رغبة الناس في هذه السلعة تذهبون وتشرون من التجار وتبيعونها على الراغبين فيها، ما في مانع. أما أنكم تبيعون عليهم شيء ما بعد ملكتوه، إذا كان أنكم تعاقدون معهم، تعاقدون معهم في البيع وأنتم ما ملكتم السلع، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأنه لا يجوز أن تبيع ما ليس عندك. أما مجرد أنهم إذا رغبوا تروحون تشترون وتجيبونه لهم، ولا يكون البيع إلا بعد ما تشترونه من التاجر، لا بأس. يسأل عن تكرار العمرة، أنه هو أخذ عمره ويريد يعتمر عن والدته، وقالوا له لازم 3 أيام بين العمرتين. لا، ما هو بلازم، لكن أحسن، أحسن أنه يمر وقت حيث أنه ينبت شعر الرأس علشان حلقه في العمرة الثانية، فأحسن أنه يكون بين العمرتين وقت بحيث أنه يظهر شعر في الرأس حتى تحلقه لنسك العمرة الثانية. هذا يسأل إذا أذن المؤذن وهو في الصلاة، صلاة نافلة، هل يتابع المؤذن وهو في الصلاة؟ لا، ما يتابع المؤذن وهو في صلاة، يشتغل بصلاته ولا يتابع المؤذن، لأنه في صلاة ولا يدخل على الصلاة شيئا آخر. نعم. هذا يسأل عن اللحوم المستوردة من البلاد الأوروبية. هذه الآن فيها إشكال، لأن اللحوم المستوردة تنتجها شركات، تنتجها شركات، والمعروف عنهم أو المشهور عنهم أنهم ما يذكون الزكاة الشرعية، وإنما يذكون بواسطة الصعق الكهربائي أو الماء الحار، ولا يذكون الزكاة الشرعية. فتجنب هذه اللحوم لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، خشية أن تكون من هذا النوع الذي لم يذكى زكاة شرعية. نعم. هذا يقول إني مقيم في المملكة وحول ريالات مع أحد، مع مقيم هنا، ويسلمها إخوة لي، أو يسلمها أخوه إلى أهلي، يسلمها أخوه إلى أهلي دينار سوداني، هل هذا جائز؟ الله، هذا فيه إشكال، لأنه صرف، هذا صرف ريال سعودي بدون دينار سوداني، ولا فيه تقابض، سلم الريال في السعودية وسلم الدينار في السودان، هذا فيه إشكال، لأنه يدخل في الربا، ربا النسيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحيث لا يتفرقا وبينهما شيء. فإذا وجدت وسيلة غير هذه الطريقة هي أبرأ للذمة. يقول هل الدعاء بفناء اليهود والنصارى نهائيا؟ الله حكيم عليم، لو شاء أهلكهم نهائيا، لكن في بقائهم حكمة، في بقائهم حكمة. فأنت تدعو على الظلمة والمعتدين، تدعو على الظلمة والمعتدين من اليهود وغيرهم. أما إن الله يفنيهم نهائيا ولا يبقى ولا يهودي ولا يبقى ولا نصراني، هذا يخالف الحكمة الإلهية في بقائهم. الله أبقاهم لحكمة سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يفنيهم في لحظة، لكن أبقاهم لحكمة، للابتلاء والامتحان. نعم. هذا يسأل يقول إن إنسان أحرم بالعمرة وجاء وطاف، لكنه يدخل مع الحجر، يخترق الحجر في أثناء الطواف، طوافه غير صحيح، لأن الحجر من الكعبة، والمطلوب أن يطوف على الكعبة، ما يطوف وسط الكعبة، فطوافه غير صحيح، فعليه أنه يعيد ملابس الإحرام، لأنه ما زال محرما، يعيد ملابس الإحرام عليه ويأتي ويطوف طواف صحيح من وراء الحجر 7 أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يحلق رأسه. نعم، يعني يعيد العمرة، يعيد
مناسك العمرة، ما هو بيعيد العمرة يحرم من جديد، لا، هو محرم لا يزال محرم، يخلع الملابس لأن لبسه إياه خطأ، ويعيد ملابس الإحرام استمرارا في الإحرام الأول، ثم يؤدي مناسك العمرة على الوجه الصحيح. يقول: هل يجوز سداد دين ابن الأخ من الزكاة إذا كان فقيرا عاجزا عن السداد؟ نعم، لا بأس سدد زكاة دين ابن أخيك، لأنه أولى من غيره، لأنه من القرابة لو الرحم، ساعده في سداد الدين من الزكاة إذا كان لا يستطيع السداد هو ومطالب بالدين. نعم، لأنه من الغارمين. هذا يقول: أريد الاعتكاف في العشر الأواخر، فما متى أبدأ في الاعتكاف؟ الليلة الواحد إذا كنت تريد العشر الأواخر، إذا غربت الشمس من يوم 20، إذا غربت الشمس من يوم 20 تدخل الاعتكاف بعد غروب الشمس ليلة 21 إلى يوم العيد، تخرج لصلاة العيد، إذا صليت العيد تخرج من الاعتكاف. نعم. القنوت في الوتر مستحب، القنوت وهو الدعاء في ركعة الوتر بعد الركوع مستحب، ما هو بواجب، من فعله فقد أحسن ومن تركه فلا حرج عليه. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الحسن سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما، علمه دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره. نعم. من نذر كبشا ثم مات أو سرق فما الحكم؟ يعني مات الكبش، ما هو هو اللي مات، مات الكبش يعني معين، نذر كبشا معينا ومات هذا الكبش المعين، هل يلزمه بدله أم لا؟ لا، ما يلزمه بدله، ما يلزمه بدله. لكن لو نذر كبشا غير معين ثم جاب كبش بيذبحه ومات، يلزمه بدله لأنه ما نذر معينا. أما إذا نذر معينا وتلف ما عليه شيء. هذا يسأل يقول: خلعت ملابس الإحرام دون أن أقص شعري. نقول: أعد ملابس الإحرام، أعدها عليك كما كانت ثم قص شعر رأسك. نعم. مريض يريد أن يزرع عين كافر ميت، هل يجوز له ذلك علما أنه إذا لم يزرع فإن عينه الأخرى ستتضرر؟ إذا قرر الأطباء إن هذه العين تصلح له وأنه يستفيد منها فلا بأس بذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.